الاحتياط. الريان عنده 25 نقطة، فوز الريان اليوم يضع في المربع مكان نادي قطر. قطر عنده 27، الغرافة عنده 27. كرة محاولة مرور وتقدم خطيرة، التعديل يأتي، جول جول جول. المتخصص الآخر رودريجو تباتا، إذا غاب بغداد هذا الرجل يأتي بالنجاح، يسجل التعديل الآن. تباتا بعد كرة جات في الجهة اليسرى عن طريق إمام تايهي. يا السلام يا السلام يا السلام، الله 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 الله. كرة في غاية الروعة ما بين إمام تايهي وما بين اللاعب الآخر أيضا اللي هو سالم الهاجري، بتمريرة في غاية المثالية، مرور بشكل رائع جدا، ومن ثم بعد ذلك المتابعة إلى داخل المرمى. وبأقدام من؟ بأقدام من؟ هل لمسها حسن أم أنها سجلت باسم تباتا؟ يبدو بأنها لمصلحة تباتا. يسجل التعديل، الزعيم يرفض الخسارة، الزعيم يرفض الخسارة، وبالتالي يبحث عن موسم استثنائي، يبحث عن تتويج كامل مكمل كامل مكمل. والزين لازم يكمل حلاه. إذا تباتا طلع ولا موجود؟ ما أدري إذا تباتا طلع ولا موجود، لكن سيباستيان تباتا خرج، خرج نعم نعم فعلا فعلا تباتا خرج. كرة محاولة رأسية، لا 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 لا. أخيرا لابد أن تأتي البصمة، لابد أن تأتي البصمة. السد يرفض أن يرمي المنديل، السد يرفض الخسارة، لأنه الزعيم يبحث عن الكمال، والكمال في كرة الزعيم. وصلت على رأس بونجاح، على رأس بونجاح، يوهو. سليم من حكم المباراة عبد الرحمن الجاسم. لا زالت ثلاث دقائق في هذا الديربي الكبير، في هذا الديربي المشتعل. ينوي السد، ينوي السد، ينوي السد، ينوي السد، ينوي السد. لمصلحته بثلاثة أهداف